لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته مفزوع خائف، يعني في شدة الفزع، بعد ما رأى الوحي في غار حراء، وقال لزوجته السيدة خديجة: زملوني دثروني. من شدة الخوف ومن شدة ما رأى من هول الموقف، عندما رأى سيدنا جبريل قالت له: والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضعيف وتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. فكان كل دورها انها تهديه، انها يعني تقلل من هذا الفزع والخوف، انها تذكر او تذكر المحاسن اللي عنده، وتذكر الصفات الاخلاقيه اللي عنده، وتذكر الخلق العظيم اللي عنده، علشان ترفع من روحه المعنويه. مش قالت له مثلا: انت ايه اللي معادك في غار حراء؟ انت ايه اللي قعدك الوقت ده كله؟ يعني ما لغة العتاب مش موجودة. كذلك اي زوجة، دي يعني نعتبرها درس ورسالة لأي زوجة، لما يجي لها زوجها خائف من حاجة، او حصل له مشكلة، او ضاع تليفونه، او خسر في تجارته، مش قلت لك انت هيحصل لك حاجة النهاردة؟ مش قلت لك خد بالك؟ مش قلت لك ما تروحش المشوار ده؟ ونقعد نعاتب نعاتب، وهذه كلها أقدار الله سبحانه وتعالى. لازم ناخد الدرس ده، لما يجي الابن أو الزوج خائف أو حصل له مشكلة، بلاش العتاب، يعني نحتضنه، نكون نحن له يعني الاحتواء، اللي هو حصل له مشكلة فنحتويه، حصل له أزمة نحتويه، نقول له: ولا يهمك، احنا معاك، احنا جنبك، ما تخافش، انت طول عمرك حد كويس، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيعينك ويوفقك ويكرمك. هو ده السند، هو ده العون. يعني نأمل ان شاء الله ان الفيديو يكون مفيد جدا لكل زوجة، ونشاركه كده على قد ما نقدر، ونكون سند لأزواجنا ولأبنائنا، علشان هو ده يعني الفعل الصحيح والأمر اللي المفروض يتعمل. يعني شكرا.